السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. صلى على حبيبنا ونبينا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هنا بعمل ذرة أفشار، وطبعا حبيت إن أنا أقول لكم على النوع اللي بيكون جيد في الفشار، وبيطلع لي فشار أبيض جميل من غير حمص تتك عليه بسنانك، للأسف يوجع ضروسك. الفشار هنا، الدور عندي هنا لونها اصفر قوي فاتح، لازم تكون اصفر فاتح. انا هنا حطيت الزيت عشان يسخن قوي، وبعد كده احط الذرة. فهنا الطريقة، بصوا الذرة هنا بيكون عندي لونه فاتح جدا، شايفينه عامل ازاي؟ بيبقى بالشكل ده. انما الذرة الغامقة اللي هي لونها اصفر غامق دي، للاسف الشديد دي بتبقى وحشه جدا. اولا ما بتطلعلكيش فشار حلو، واللي بتطلعهم الحبه اللي بتطلعهم، ودايما تلاقي نص الكميه اللي انت حطاها في قلب لونها اسود من السخونيه، وفي نفس الوقت ما بتطلعش فشار، واللي بيطلع تلاقيه الفشار صغنن كده، ما بيطلعلكيش الفشار شكله حلو ابيض، لا بيطلعوا لونه مغمق كده، واوقات في سمار. فلان الذره نفسها مركونه بقى لها فتره عند الراجل، فانت طبعا ما تعرفيش، بس يا كريم فانت طبعا ما تعرفيش، فبتجيبي الذره، لا الذره اللي تجيبيها جيده وتطلع معاكي في شر حلو، وتدي يعني ممكن ما تطلعش واحده بايظه فيها، اللي هي اللي لونها اصفر فاتح، هي دي اللي بتبقى ما شاء الله جيده جدا، وبيطلع معاكي الفشار ابيض وفاتح، وفي نفس الوقت كمان وانت بتاكلي الفشار بيتندغ معاكي، ما بتطلعيش حمص في، يعني ما بيوجعكيش في سنينك ولا حاجة. انا هنا طبعا حطيت الكمية عندي، كمية الذرة، وطبعا لازم اقلب فيها على طول، اقلب في الذرة على طول، ما سيبوش وخلاص، لأ يعني كان طبعا انتوا شو الزيت سخن جدا، وطبعا بفضل اقلب في الذرة عشان الذرة كلها تكون لون واحد وتقطق معاكي كله. انما لو انت ما قلبتهوش كويس هتلاقي جزء تقطق معاكي وطلع فشار، والجزء التاني فضل في الحلة. ابتدى كده معايا يتقطق، رحت قافلة الغطا على طول. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا قفلته، بعد بقى ما بيطقطق كده قيمه يعني ثواني كده شويه، وبتحسي بيه بقى الصوت عالي جامد قوي معاكي، بتروحي فاتحه الغطا زي ما انا ما بعمل كده اهو، عشان لونه يطلع معاكي فاتح، انما البخار هيكتمه فهيطلع للاسف مغمق، فدي تكه مهمه جدا يعني اهو. طبعا اما خلاص بقى هي يعني هو الفشار ما شاء الله عالي عن الحله، فانا اضطريت ان انا احط الغطا عليه. بصوا الله اكبر، بصوا ما شاء الله عامل ازاي، ما شاء الله، وبصوا اللون فاتح ازاي، يفتح النفس بصراحه على الاكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان كل جديد يجيلكم.